أما هلأ وصلنا لمحطتنا القانونية، رح نحكي فيها أكثر اليوم بالتفصيل عن بعض أنواع القضاء، ومنها القضاء الجزائي والقضاء العسكري، وطبعا كيفية التقاضي ومراحله وتفاصيل أكثر قانونية رح يعرفنا عليها ضيفنا بالاستوديو لليوم المحامي مصطفى مليحان. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ خبرنا عن أنواع القضاء، عن اختصاصاته. تمام. اليوم عندنا نحن ثلاث أنواع من القضاء، هو القضاء العادي والقضاء العسكري والقضاء الإداري. فالقضاء العسكري هو بيختص بفئة معينة من المجتمع اللي هم العسكريين، والقضاء العادي هو يختص بفئة معينة بفئة المدنيين، والقضاء الإداري هو يختص بأمور تتعلق بعقود الدولة وبكل ما يتعلق بقرارات الإدارية تتعلق بالدولة. طيب أستاذ مصطفى، يعني دائما نحن بنعرف أنه أي قضية لها مراحل، يعني اليوم هل المراحل متساوية ونفسها بكل أنواع القضاء؟ يعني اليوم أنا إذا عندي مواطن بدي يروح أرفع شكوى للقضاء مثل العسكري إذا عنده شيء بده يحله، فخلينا نعرف تفاصيل أكثر. تمام. هلا القضاء العسكري هو قضاء أصيل بما يفصل به وخاص بفئة معينة من المجتمع. القضاء العسكري بيتألف، هو هيكليته مشابهة لهيكلية القضاء العادي، ولكن مع اختلاف يعني بسيط. فالقضاء العسكري بيتألف دائما من إدارة القضاء العسكري والنائب العام العسكري والنيابة العامة العسكرية وقاضي التحقيق وقاضي فرد العسكري والمحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة النقض الغرفة العسكرية. عندما يتقدم شخص بشكوى أمام النيابة العامة العسكرية، فهنا النيابة العامة العسكرية اللي هي اختصاص النائب العام العسكري تلقي الشكاوي والإخبارات. فعندما يتلقى أي شكوى أو إخبار يقوم إما بإحالتها إلى الضابطة العدلية أو يكلف بها إحدى قضاة النيابة العامة للتحقيق بها. فتقوم قاضي النيابة بعد دراسة الملف ويتخذ القرار بإحالة الدعوة حسب الوصف، إما أن تكون وصفة جنائي أو جنحوي. فإذا كانت جنائي يرفعها إلى قاضي التحقيق العسكري، وإذا كانت جنحة فيرفعها مباشر بالادعاء أمام قاضي الفرد العسكري المختص. وتأتي المرحلة الثانية، هي مرحلة قاضي التحقيق العسكري أو قاضي الفرد العسكري حسب ما ترفع له. فقاضي التحقيق العسكري بيدرس كمان الإضبارة وبيوصف الجرم، فهو كمان بيشوفه أما يكون الجرم جنائي أو جنحة. فإذا كان جنائي بيرفعه إلى المحكمة العسكرية، وإذا كان جنحة بيرفعه أمام محكمة قاضي الفرد العسكري المختص، وإذا كانت أمام محكمة قاضي الفرد العسكري فهون قاضي الفرد العسكري بيفصلها بقرار قابل للطعن أمام الغرفة العسكرية لمحكمة النقض. هي بتجي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة اللي بتجي هي أمام محكمة العسكرية. فالمحكمة العسكرية هي المحكمة الموضوع اللي بتفصل بالدعوة برمتها، إما بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بتجريم المتهم أمامه. والفرق بين القضاء العسكري والقضاء المدني هو أن القضاء العسكري ما فيه قاضي إحالة. على القضاء المدني بتمر الدعوة دائما من التحقيق إلى الإحالة إلى الجنايات، أو بداية حسب أو مثلا من البداية المدنية استئناف نقض. ولكن هون بيختلف عنا انه القضاء العسكري ما فيه لا قاضي احاله ولا فيه استئناف. فهذا الفرق بين القضاءين العسكري والمدني. وبتختلف كمان مده الطعن امام القاضي التحقيق وامام قاضي التحقيق العسكري وامام قاضي التحقيق العادي. تمام. شو بنقصد كمان بمفهوم القضاء الجزائي؟ تمام. هلا القضاء الجزائي هو بيختص بكل شخص بيرتكب جرم جزائي، فهو يحاكم أمامه، بعكس مثلا القضاء المدني. القضاء المدني بيختص بالأمور المدنية، العقارات وإزالة الشيوع أو محاكم الصلح أو بداية المدنية العادية.
طيب خلينا نحكي اليوم، في كثير اوقات بيكون قضيه فيها طرفين، طرف مدني وطرف عسكري، الى من تحال القضيه للنظر والبت فيها ومراحل العمل عليها؟ تمام. هلا دائما اذا فيها طرف عسكري فالقضاء العسكري وفق القانون انه هو المختص بالنظر بهي الدعوة، هو اللي بيقرر اذا هي الدعوة هي من صلاحياته او لا بنص القانون بالمادة 51، فهو اللي بيقول انه هي الدعوة من اختصاصي او عدم اختصاصي. ولكن اذا فيها دائما طرف عسكري فدائما اي طرف فيها سواء كان فاعل او متدخل او شريك فهي من اختصاص القضاء العسكري. ولكن في حال اعلن القضاء العسكري براءة هذا الشخص فتحال الدعوة برمتها اللي بيتعلق بالمدنيين الى القضاء المدني، فما حتى ما بيعطيهم قرار لا بالبراءة ولا بالمنع او شيء، فبحيلة للقضاء المدني كونه هو طلع العسكري براءة منها. تمام، خلينا نوضح اكثر عن اجراءات اللي ممكن تكون تقاضي امام القضاء العسكري. تمام، هلا اجراءات بشكل مبسط. تمام، هلا القضاء العسكري مثل ما حكينا تحال له الدعوة، إما بيتم اتصال بها بالدعاوي إما عن طريق شكوى أو عن طريق إحالتها من القضاء المدني كونه بيكون فيها طرف عسكري، أو بناء على أخبار بيتعلق بهذا الشيء، فهي بهي المرحلة بيتعلق فيها وبيتصل فيها للدعوة القضائية أمام القضاء العسكري. طيب هل قاضي التحقيق العسكري اليوم ترفع القضية أمامه كما ترفع أمام القاضي العادي بالتحقيقات العادية أم لا؟ تمام، هلأ الفرق بين قاضي التحقيق العادي والعسكري، هلأ القضاء، هلأ القضاء العادي النيابة العامة لا يجوز لها أن تصدر مذكرات توقيف بعكس النيابة العامة العسكرية التي يحق لها إصدار مذكرات إحضار وتوقيف، فهذا الفرق بيناتهم. فهون النيابة العامة العسكرية تقوم بإجراءات قاضي التحقيق، فهي تقوم بإجراءات التحقيق باستجواب المدعى عليه واتخاذ إجراء إما بالتوقيف أو الترك. في حال أنه تم توقيف الشخص فيحال إلى قاضي التحقيق موقوفا، فهنا قاضي التحقيق بيدرس الإضبارة، فأما بينظر أنه هي الإضبارة بيشوف هذا الشخص أنه هذا الجرم غير معاقب عليه بالقانون أو مشمول أو كذا، فهنا بيسترد مذكرة التوقيف. ولكن هو إذا كان موقوف بده يسترد بموجب أحكام المادة 106 من أصول المحاكمات، وإذا كان مثلا لا الجرم هو معاقب عليه فبيتخذ هون القرار إما بإحالة الدعوة حسب وصف الجرم، إذا كانت جناية فبتروح لمحكمة العسكرية الدائمة، وإذا كانت جنحة بتروح أمام قاضي الفرد العسكري. وبطبيعة الحال هلأ إذا فيها كان هي المحكمة العسكرية دائما تختص بمحاكمة الضباط سواء كانوا جرائمهم مثلا جنحوية أو جنائية، فهي مختصة، فقاضي الفرد العسكري فقط يختص بمحاكمة الأفراد وصف الضباط. تمام، طيب خلينا نوضح بأمثلة أكثر. اليوم يمكن بعض الأشخاص بيصير في بيناتهم إشكالية مع أحد العساكر، هون نحن وين ممكن نلجأ لنقدم الشكوى؟ ممكن نقدمها بالقضاء العسكري أو نحن بالمحكمة العادية وهي من خلال ممكن تحول الشكوى للقضاء العسكري؟ هلا اليوم القضاء العسكري هو له نيابات بكافة أراضي الجمهورية العربية السورية، فهون بيقدر الشخص يقدم الشكوى بأي محافظة بده اياها للنيابة العامة، فالنيابة العامة تتلقى منه الشكوى أو الأخبار وتقوم بالتحقيق بها أو بإحالتها إلى الضابطة العدلية، وتقوم الضابطة العدلية بإجراءات التحقيق وإحالتها إلى القاضي. فهون القاضي النيابي مثل ما ذكرنا بس يدرس الإضبارة بشوف بيتخذ القرار اللي بلاقيه مناسب وبحيلة للمرجع المختص لإلها. نعم، يعني اليوم هيك قدرنا نتعرف من خلال حضرتك عن بعض التفاصيل المهمة القانونية. بدنا نتشكرك كثير. أهلا وسهلا. شكرا كثير لك أستاذ.